خطوك، ألا ترين أن ريتشل ترفه عن نفسها؟ بالمناسبة، من تكونين أنت؟ أنا لعلمك العميل الخاص للسيدة ريتشل، أفهمتي؟ أنا سوف أذهب إلى المدير وأشتكي، إن هذا الأمر غير مقبول أبداً. مادي، لماذا تصرخين؟ آسفة سيدة ريتشل، هي تقول أنها ستشتكي للمدير. لقد سئمت من هذه المجتهدة. معك حق، إنها لا تدعنا نرفه عن أنفسنا. عليكم أن تفهموا جيداً أن هذه المدرسة هي مكان للعلم وليس للعب. بلا 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 بلا، ممل. حسناً، إذن سوف أذهب وأخبر المدير بكل شيء. حسناً ريتشل، لنسهل الأمر. حسناً، أمسكي، لا تحرمي نفسك من شيء. وماذا تكون هذه؟ نحن نريد أن نمرح، لذلك لا تزعجينا. حسناً. كم هو رائع أن كل شيء في هذا العالم يمكن شراؤه. يجب أن تشتري لنا حلول الوظائف المنزلية، لأنني لم أحضر أي شيء. لا مشكلة، أما الآن فلنمرح وحسب. ميدي، شغلي لنا موسيقى. سمعاً وطاعة. يا لجمالي، يا للدهشة! لقد أتى كيفن الجميل. كيفن، أنت أيضاً يعجبك مكياجي الجديد؟ لا، بل إن هذا يعجبني أكثر. كيفن، وماذا عني؟ ريتشل، تذكري، أنا أحب نفسي ونفسي فقط. أنت فقط عليك أن تتخيل، أشهر فتاة في المدرسة وأشهر شاب سوياً. يوجد في حياتي الكثير مثلك، أما مثلي لا يوجد إلا واحد. كيفن، ربما يمكنك أن تتسكع معي في مكان ما. وأنت ما علاقتك؟ أنت مجتهدة فقيرة ليس إلا. بالضبط. إنك فتى جميل جداً، ولكن في الحقيقة أنت غير مؤدب. كيفن، أتريد أن أهديك سيارة؟ أو أي شيء آخر؟ لن تستطيعي شرائي بالمال أبداً. أيضاً يمكنني تحضير الطعام، كما أنني الأروع وأيضاً... حسناً، يكفيكم نظراً على جمال نادر كجمالي أنا. حسناً، يجب أن أفعل كل ما من شأنه أن يجعل كيفن حبيبي. حسناً، غداً يوجد لدينا امتحان مهم، وكيفن حتماً لن يدبر أمره بدوني وسيحبني بالتأكيد. حسناً، ريتشل تملك الكثير من المال، ستسعى جاهداً لتلفت انتباه كيفن، هذا مؤكد، ولكنه يجب أن يكون من نصيبي أنا وحدي. يجب أن أفعل شيئاً ما، يجب أن أفعل شيئاً ما للحد من تأثير المال والشهرة. وبالطبع حصلت على كل شيء. حسناً، يجب أن أحدث تغييرات ضرورية. ولماذا؟ كما أنت جميلة جداً. أنت لا تفهمين شيء، الفتيات الشهيرات دائماً يجب أن يخضعن للموضة. أنت تعلمين، يمكننا القيام بكل ما نحتاجه. حسناً، يجب أن أستشير متابعيني في هذا الأمر. حسناً، ماذا لدينا هنا؟ أوه، يجب أن أكبر شفتاي لأصبح جميلة. ربما لست بحاجة، هذا خطير جداً. انظري، هذا جميل جداً. برأيي الشخصي الشفاه الطبيعية أجمل بكثير. لا تفهمين، بتلك الشفاه ليس فقط المتابعين سيفرحون، بل وكيفن سيصبح ملكي. كيفن، كيفن، دعينا نجد من أجلك شاب رائع غيره. مادي، أنا أدفع لك المال لتنفذي كل ما أقوله لك بدون جدال. حسناً، حسناً، أعتذر.
سأحجز لك موعد مع الطبيب. من البداية هكذا. يا إلهي، أنا أيضاً أريد أن أكون جميلة كهؤلاء الفتيات. يجب أن أبتكر أمراً ما. وجدتها! يمكنني أن أجعل شفتاي جميلتان وكبيرتان بالوسائل البدائية. أهم شيء أن أبقيه لفترة طويلة لأحصل على نتيجة خيالية. أين قمت بالحصول على مثل هذه الشفاة؟ بالطبع، لدي أفضل طبيب مختص بهذا. صديقتي، ربما أنت يمكنك أن تدفعي لي تكاليف مثل هذه العملية. كما أنها لا تعجبني هذه الفتاة لويزا. ولما علي هذا؟ لأنني أريد أن أكون أنا وأنت الأجمل في المدرسة. طبعا لا. مادي، لا تعطي رقم الطبيب المختص لأحد. وحدي أنا التي ستكون جميلة. بالطبع بالطبع سيدة ريتشل. ريتشل، أنت صديقتي المفضلة والأعز في العالم. آمل أنك لا تصاحبيني فقط من أجل المال. كلا، بالطبع. جيد، وإلا كنت على وشك أن أجد لنفسي صديقة جديدة. كم أنها مقززة. أيتها المجتهدة، ماذا تخبئين؟ لا شيء، لا أخبئ شيء. إذا لم ترينا سنرى بأنفسنا. هذا صحيح. على العموم هذا هو. ما بك؟ هل قبلت أحد؟ يبدو أنها قد مجزء من شفتها. كنت أحاول أن أكبر شفاهي بالوسائل البدائية ولكن ذلك لم ينجح، وهذا ما حصل. جيد أنه لدي كثير من المال لأقوم بهذا عند طبيب مختص. مرحبا يا فتيات. كيفن. ما الذي يجري معكن؟ بالمناسبة لدي أكبر شفاه في المدرسة. لدي أحساس أنكن قد اصطدمتن بشيء ما. جيد أنني لم أفعل هذا، والآن حتماً كيفن سيكون ملكي. حسناً مادي، بسرعة اتصلي بالطبيب المختص ليعيد لي وضعي الطبيعي. سمعاً وطاعة سيدة ريتشل. يا صديقتي، شكراً لك لدعوتي إلى منزلك. في الحقيقة أريد أن أستشيرك. حسناً، تفضل. أريد بيع هذا المنزل وأشتري آخر أكبر، ما رأيك؟ لديك هنا 10 غرف وأنت وحيدة. لكن لدي الكثير من المال، لا أعرف أين أذهب بهم. بإمكانك مشاركتهم معي. هذا ليس مثيراً، المعجبين يراقبونني وأصبحوا يعرفون مكان إقامتي. أجل، إنها مشكلة كبيرة يا مسكينة. حسناً، سآمر الخدامة لتحضر لنا شيئاً ما. حسناً، سأقوم بمساعدتها وأخلصها من المشاكل والشهرة. حسناً، حذف هذا الحساب، كل شيء جاهز. أين ذهبت ريتشل؟ علينا الانتظار قليلاً. أما الآن أحضرت العصير. شكراً. بالمناسبة، يجب أن أنشر ستوري على لقائنا. ربما ليس الآن. ماذا؟ أين اختفى حسابي؟ أوه ريتشل، هل حصل شيء ما؟ حسابي لقد انحذف. لا، كيف حدث هذا؟ لا أعلم، هاتفك كان هنا ولم يلمسه أحد. حسناً ريتشل، يجب أن تبقي هادئة دائماً. سأنشئ حساب آخر وفوراً سيصبح لدي 1,000,000 متابع. يا إلهي، لم ينجح الأمر، لكن لا بأس، علي أن أبقى هادئة وأبتكر فكرة أخرى. هذا ولا هذا؟ تتخيلين؟ فجأة اختفى حسابي. يمكنك إخبار الشرطة؟ لا أعتقد أن الشرطة تتعامل مع الإنستغرام. صحيح، أنسيتي أنه لدينا كاميرات خفية؟ أتشكين بأحد ما؟ أنا لم تعجبني تلك الفتاة لويزا أبداً. هي صديقتي المفضلة. لا أعلم، لكنها تبدو لي فتاة مشبوهة.
آمل أن شهرتك يا سيدتي ستبقى على ما يرام. مادي، لا تقلقي، لقد اشترك في حسابي 1,000,000 متابع. أنا أروع فتاة. المهم أن لا ينتهي لديك المال أبداً أيتها المغرورة. أما الآن سأشارك صورة جديدة. انتظري لحظة. تبدين رائعة يا سيدتي. تخلصي من تلك القطعة. لم تعد تعجبني أبداً. لكنك قد تلبسينها مرة أخرى. أنت تعلمين أنني أرتدي القطعة لمرة واحدة فقط، لذلك تخلصي منها. سمعاً وطاعة. هذه هي عادة الأغنياء. حسناً، لدي القليل من الثياب. مادي، يجب أن نشتري ثياباً جديدة. يا له من طقس رائع جداً في الخارج. هاي، من الذي رمى هذا؟ يجب أن أتسكع أكثر في الخارج. هذه القطع الجميلة تسقط من السماء. كم هو جيد أن تمتلك الكثير من المال. متى سيأتي الوقت الذي سيسعى فيه الجميع لإرضائي؟ ريتشل، كم الوقت بعد؟ يمكنك أن لا تفعلي شيء، لكن عندها لن تجني المال. حسناً. لويزا، أخبريني، ألا تعلمين من حذف حساب السيدة ريتشل على الانستغرام؟ أنا؟ بالطبع لا أعرف، ليس لدي أي فكرة. مادي، على رسلك، لا يمكنني أن أشك بصديقتي المفضلة. كما تأمرين يا سيدتي. لقد عدى الأمر. مرحبا للجميع. يبدو أنني قد رأيت هذه القطعة في مكان ما. تلك القطعة التي أمرتك أن ترميها. سارة، ما بك؟ قررت التقاط مخلفات ريتشل؟ وما ذنبي أنا إذا كانت هي قررت التخلص من هكذا قطعة رائعة؟ لن أفوتها بالطبع. أجل، وكيف سمحوا لهذه الفتاة الفقيرة بالدخول إلى هذه المدرسة؟ ظهري يؤلمني. سارة، تريدين جني المال؟ بالطبع أريد ذلك. ماذا يجب أن أفعله؟ أريد مساج. هنا؟ وأنا؟ بالطبع لا. من الأفضل أن أقرأ هذا الكتاب. وهكذا؟ حسناً. مساج فليكن مساج. ما هذا الذي تحملينه في يديك؟ حسناً، اليوم يوم مهم أكثر مما تتخيلين. ماذا تقصدين؟ أريد دعوة كيفن إلى موعد غرامي. ريتشل، لكن هذا تصرف خاطئ. في العادة الشباب يدعون الفتيات وليس العكس. لا أريد سماع شيء. أجل، كيفن يجب أن يكون ملكي. يجب أن أفعل شيئاً ما لأمنع حدوث شيئاً كهذا. هاي يا فتيات، هل كتبتم الواجب اليوم أم ماذا؟ لا، لكن لدي لأجلك شيئاً أفضل. هي ليزا، ما هذا؟ ريتشل، ربما لا يستحق الأمر هذا. هذا لك. وما هو هذا؟ هل تقومين بدعوتي إلى موعد غرامي؟ نعم، كل شيء سيكون على مستوى رفيع. حسناً، أعدك بأن أفكر ملياً. ممتاز، إلى اللقاء القريب. يا إلهي، ماذا علي أن أفعل لكي لا يذهب معها؟ وأنت يا ليزا، ألم تكتب الواجب أيضاً؟ كلا. كان من الجيد لو أن تلك الفتيات فعلوا شيئاً مفيداً لأجلي. حقاً؟ ها هي جاهزة.
ماذا تريدين؟ أيضا دعوة لموعد غرامي أم ماذا؟ كلا، هذه ريتشل حضرت لك هدية مميزة. تفضل بنفسك، قم بفتحها. أوه، إنني أحب الهدايا. ماذا لدينا هنا؟ ما هذا؟ هل هذه مسحة؟ كيس هدايا مليء بمعجون الحلاقة؟ هذا غير معقول. يبدو أنني نجحت بإغضابه. سأري تلك الوقحة ماذا سأفعل. وهكذا الموعد حتما سيلغى، وهذا جيد جدا. لا أصدق كم أنا رائعة. حمدا لله على نعمة الرياضة. يمكنني التخلص من الغضب هنا. كيفن، إنه أمر جيد جدا أنني قد وجدتك هنا. ماذا تريدين مني؟ لقد فكرت مليا وقد قررت. هيا بسرعة، ألا ترين أنني مشغول بهذا؟ يمكننا الذهاب إلى مكان ما. أعتقد أنها فكرة ممتازة. حسنا إذن، خذي الدعوة. سأنتظرك في العنوان المذكور. ماذا تقول؟ هل أنت جاد بهذا؟ أجل، أجل. أنت تدعوني إلى مطعم فخم؟ بالطبع، لكن بلا تأخير. سآتي قبل الموعد المحدد بالتأكيد. هذا رائع جدا. بمساعدتها سأنتقم من ريتشل هذه. أنا لا أصدق أنني الآن في موعد غرامي مع كيفن الجميل، كما أنني سوف أكل بعض الطعام وأخيرا. فأنا لم أتناول أي شيء منذ اليومين السابقين. وأنت ماذا تفعلين هنا؟ أنت ليس لك شأن بهذا. بالمناسبة لقد حجزت هذه الطاولة لي ولكيفن. هاي، هو دعاني لي أنا ولم يدعوك أنت. أنت. مادي، هل سمعت هذا؟ سارة، إذا لم ترحلي من هنا سوف أضطر لإخراجك بالقوة. لكن هذه الدعوة موجهة لي من كيفن. انظرا، يا إلهي، إنها نفس الرسالة التي كتبتها لكيفن. أنت قمت بسرقتها. لا، لكن كيفن هو من أعطاني إياها. سيدة ريتشل، أعتقد أن سارة غير مذنبة. أنت محقة. ماذا تقولين؟ هل خدعني؟ لم يخدعك أنت فقط. هاي، ما بك؟ جائعة؟ فقط قليلاً أشعر بالجوع. حسناً، لا بأس. اذهبي واطلبي لنا شيئاً ما. حسناً سيدتي. لم آتي إلى هنا عبثاً. شكراً لك يا راشيل. لا يجب أن تعتقدي بأننا أصدقاء. نعم نعم، أنا أفهم كل شيء. حسناً، ممتاز. وأخيراً حان وقت تناول الطعام اللذيذ. أوف، ما هذه الرائحة الكريهة؟ لا أدري، أعتقد أنها آتية من طعام سارة. هاي، إن هذه شطيرة عادية، ما الذي يزعجكم بها؟ أوف، كم من الوقت كانت لديك؟ لا أريد أن أعرف حتى. أما أنا وريتشل فسنأكل بيبي. وماذا تعنون بالبيبي هذا؟ هذا طعام صحي، لا تشغلي بالك. على أي حال، ليس لديك مال كاف لشراء الطعام الطازج واللذيذ. نعم، كما أفعل أنا. ولماذا تحتاجونه أصلا؟ ما هذه الرائحة الكريهة هنا؟ أوه، كيفن، تفضل من هذه السلطة. لا لا لا، شكراً شكراً. حسناً، سآكلها لوحدي. حسناً، يجب أن أجد حجة ما لأحدثه. أوه، كيفن، انظر.
هذا هو مصدر الرائحة الكريهة تلك. عملت جهدي لكي تعجبك. شكرا لك يا سارة، لكنني لا أفضل أن أكل هذا مطلقا. يا فتيات تذكروا، أنا صعب المنال والفتيات لا يمكنهم الظفر بي إطلاقا، أفهمتم ذلك؟ هل أنا أتوهم أو أنه فعلا يلمح لي؟ حسنا أيتها الشطيرة، سيتحتم علي أكلك لوحدي. جيد أن هذا آخر درس، لأنه يجب أن أذهب إلى صالون التجميل. أما أنا فلا أشبع من النظر إلى هذا الجميل كيفين، إنه رائع. لويزا، هل قلت شيء؟ كلا، لا شيء أبدا. حسنا، يجب علي أن أجذب انتباه كيفين بسرعة. وجدتها الآن، سوف ينتبه لوجودي بالتأكيد. ماذا تفعل هذه؟ سارة، هل فقدت عقلك أم ماذا؟ لقد حدث هذا بالصدفة، أنا لم أقصد كم ذلك. تلك الفتيات المجتهدات مزعجات. رائع، لقد تكلم معي، كم أنا سعيدة. صحيح كيفن؟ ماذا تريدين؟ هل من الصحيح أن اليوم عيد ميلادك؟ أجل، بكل فخر. حسناً، يمكنك دعوتي أيضاً. أيوة أنا. حسناً، نحن جميعاً. لكنني لا أريد الاحتفال مطلقاً. هل تتخيلين كم من الفتيات سيتوجب علي دعوتهن؟ وأنا أيضاً أرغب بشدة بالذهاب إلى تلك الحفلة. انظري انظري، ستأتي الآلاف من الفتيات مثل سارة، وأنا لا أرغب بمشاجرات هناك. أي، وما الذي لا يعجبك بمظهري؟ ليزا، لنذهب، لدي فكرة عبقرية. عن ماذا تتحدثين؟ سأقول لك في الطريق. ماذا تريدين أن تقولي لي؟ بمناسبة عيد ميلاد كيفن، أريد أن أنظم له حفلة. حفلة كبيرة ستجعله معجب بي. لكنه قال أنه لا يريد أن يحتفل. بالضبط، ولذلك سأدعو فقط زملاء المدرسة. وأنا أيضا؟ بالتأكيد. إنها ليست فكرة سيئة أبدا. ستكون هذه أفضل حفلة يحضرها في حياته كلها. وأين سيكون مكان الحفلة؟ هذه ليست مشكلة، لدي الكثير من المال. لأجل أن يصبح كيفن حبيبي، أنا مستعدة لفعل كل شيء. وأنت تقومين بكل هذا لكي تتواعدين معه؟ بالتأكيد، إن كيفن فتى أحلامي كلها. نعم، لا أعلم إذا كان هذا حكيماً. بالمناسبة، أود الذهاب إلى المسبح اليوم، أتأتين معي؟ كلا، لا أود أبداً، أشعر بتعب قليلاً. حسناً، سنناقش كل شيء لاحقاً. فمادي تنتظرني. وداعاً وداعاً. يجب أن أقوم بشيء ما كي لا تتمكن من الحصول على كيفن. شكراً مادي لحجزك لي هذا المكان الرائع. أنت تعلمين أنه بفضل المال يمكننا القيام بكل شيء. محزن أن ليزا لم تأتي أيضاً، هذا سيء جداً. هل حصل معها شيء ما؟ قالت بأنها تشعر ببعض التعب. حسناً، لقد نسيت أن أتفحص الكاميرات الخفية. هل قلت شيء؟ لا لا، استرخي سيدة ريتشل. حسناً، هنا حتماً سوف أجني الكثير من المال. فهذا المكان مخصص للأغنياء. مادي، ألا تبدو هذه زميلتي الفقيرة سارة؟ صحيح؟ نعم، هذه هي فعلاً. لكن ماذا تفعل هنا؟ الآن سنعرف كل شيء. سارة!
أوه يا إلهي، ماذا تفعلان هنا؟ مرحبا يا أصدقائي. كيف دخلت إلى هذا المكان الفاخر؟ أنا لم آتي إلى هنا للترفيه عن نفسي، بل جئت لكي أجني المال. ماذا تقصدين؟ سأبيع للأغنياء أفضل الفواكه، إنها لذيذة، لما لا تجربوها؟ لا أريد أن أعكر مزاجك، لكن هذا المكان كله لي اليوم. يا إلهي، سيتحتم علي إيجاد نقطة بيع أخرى، يا لحظي. حسناً، مادي، اشتري هذه الفواكه بالسعر المناسب لكي لا تزعجنا. بالطبع يا سيدة ريتشل. كم سعر هذه الفواكه؟ لأجل هذه كلها؟ 1، 2، 3، إنها تقريباً $1000. حسناً، خذي كل هذا ولا تزعجي سيدتي. شكراً جزيلاً لك يا صديقتي. أما الآن فيمكننا الترفيه بأريحية. يا إلهي، يجب أن أحفظ هذا الكتاب بأكمله ليوم غد. هاي سارة، كم مرة يمكنك قراءة هذا؟ كثيراً جداً، لا يمكنني البقاء بدون كتاب مفضل أبداً. لا أستطيع أن أكون مجتهدة، فهذا ليس من طبعي. حسناً، حان الوقت لإصدار التعميم. هاي ريتشل، ماذا تفعلين هناك؟ لقد قلت لك عن الحفلة، أريد نشر التعميم. وما هي هذه الحفلة؟ حتماً ليس لأجلك. هل الدخول مجاني إلى هنا؟ نعم، لكن هناك سيكون فقط الأغنياء. حتماً هذه الحفلة ليست لأمثالك. حسناً، يجب علي أن أعرف كل التفاصيل بعد الدرس. هاي يا فتيات، عما تتحدثن هنا؟ أنا لا أستطيع سماع الموسيقى. كيفن، أنت أول من سيحصل على الدعوة. ما هذا؟ هناك كل شيء مكتوب. أنا لا أفهم، هل نظمت حفلة بمناسبة عيد ميلادي أم ماذا؟ نعم، آمل بأنك ستأتي. وهذا كله على حسابك الشخصي؟ نعم بالطبع. إذن حتماً سآتي. إذن ممتاز. يا إلهي، يجب علي أن أفعل شيئاً ما، لأنه إذا استمر الوضع هكذا فحتماً كيفن سيبدأ بمواعدتها. والآن سنكتشف من حذف حساب السيدة ريتشل على الانستغرام. حسناً، ماذا لدينا هنا؟ ماذا؟ هذا ما كنت بحاجة لإثباته، لقد كنت محقة. يجب أن أري هذا للسيدة ريتشل. محزن أنك لن تأتي معي إلى تلك الحفلة. ليست مشكلة، قولي ماذا تفكرين فيما يخص حفلة كيفن؟ ماذا تقصدين بما أفكر؟ أريد طبعاً أن أقوم له بأعظم حفلة في حياته كلها. ليس هذا ما أقصده. اشرحي لي، ما هي الخطة التي لديك ليصبح كيفن حبيبك؟ ولماذا تريدين المعرفة؟ فقط لأجل الإثارة، ليس أكثر. فليبقى هذا سر خاص بي. كيف لي أن أعرف؟ قد تكوني أنت تحبيه أيضاً. أنا؟ كيفن ليس من النوع الذي يعجبني أبداً. ممتاز، جيد جداً أن لويزا هنا. ماذا تريدين يا مادي؟ سنرى كيف ستبتسمين بعد أن أري هذا للسيدة ريتشل. مادي، ماذا حصل؟ حسناً، انظري، هنا نرى كيف لويزا حذفت حسابك على الانستغرام. ماذا؟ لماذا فعلت هذا؟ أنا كنت... كيف تجرأت؟ أنت تعلمين كم أن حسابي غالٍ. لقد قلت لك مسبقاً أنها مشبوهة فعلاً، أليس كذلك؟ لا أريد رؤيتك أبداً. أتعلمين ماذا؟ تستحقين هذا. يزعجني أنك دائماً تمتلكين الكثير من المال. وأجل، كيفن سيكون ملكي أنا.
ويعجبها كيفن أيضاً. أرأيت هذا؟ قلت لك أن هذه الفتاة ليست شخصاً جيداً أبداً. شكراً لك لأنك أوضحت لي الأمر. هذا واجبي سيدتي. أما الآن هل يمكنني البقاء لوحدي؟ أجل بالطبع، لكن ماذا علي أن أفعل؟ لم يكن لدي ثياب إضافية غير الجوارب. ماذا إذا قمت ببعض الابتكارات الجميلة؟ أنا لم أتوقع أبداً بأنني سوف أبدو بهذا الجمال. الآن حتماً كيفن سينبهر بمظهر الجديد هذا. حسناً، إنني حصلت على نسخة ثانية من كل مفاتيح ريتشل. حسناً، هذه علبة البودرة الخاصة بريتشل. نضيف القليل من الصبغة على كل لون. سنرى كيف أنها ستغوي كيفن بهذه الزينة. يا إلهي، يجب أن أختبئ بسرعة. لا أصدق أن في هذا المساء كيفن سيصبح ملكي. الآن سأعدل مكياجي ويمكنني الذهاب. تباً، ماذا حصل لعلبة البودرة خاصتي؟ حسناً، سأذهب إلى الخبير ليعالج هذا الأمر. تم الأمر. حسناً، إن الصبغة تبقى لمدة 24 ساعة والخبير لن يستطيع فعل شيء حيالها. كيف لي أن أستقبل الضيوف بهذا المكياج الرديء؟ آمل أن لا ينتبه أحد إلى هذا المكياج. سيدة ريتشل، لا تقلقي، أنت دائماً جميلة جداً. مرحباً صديقتي السابقة. ماذا تفعلين هنا؟ هذه حفلتي، لا أريدك هنا. هلا سيتي، لدي دعوة خاصة. تلك الدعوة ما زالت قائمة حتى لو لم نعد أصدقاء. سيدتي ريتشل لا تريد رؤيتك هنا، أفهمت ذلك؟ لا أهتم أبداً حيال ما تريده ريتشل. قلت لك أنك لن تبقي هنا، هل سمعتني؟ وأنا أيتها المغرورة لم أطلب منك الإذن بعد. توقفي أنت عن قول هذا المغرورة. كيف يمكنني تحمل هذا اليوم؟ هيا اذهبي. يا إلهي، أنا لا أصدق ما أجمل هذا المكان. هذا لا يحتمل. ماذا تفعلين هنا أنت؟ سارة، السيدة ريتشل حضرت دخول الغرباء إلى هنا. لا تقلقي، أنا لم أبقى لمدة طويلة. لا بأس مادي، دعيها، من الجيد أن أحدهم طبيعي هنا. أترين؟ لقد سمحت لي، سوف أدخل الآن. انظري إلى أي مستوى قد نازلت، بأنك بدأت مصاحبة سارة. مصاحبة مجتهدة فقيرة أفضل من مصاحبتك. أوه، مرحبا يا فتيات. كيفن، سعيدة جدا برؤيتك. سارة، أريد أن أتحدث إليك قليلا. منذ مدة كنت بحاجة أن أرمي الورقة في سلة المهملات. هاي، ما هذا الذي تفعله؟ اعتقدت أنك سوف تنبهر بي وسوف ترقص معي. آسف، لكنني لن أفعل. إذن سترقص معي، أليس كذلك؟ لا تصغي لها، فإنها سترحل من هنا قريباً. يا ترى، أين باقي الفتيات؟ أنت قلت أنك لا تريد رؤيتهن جميعاً. غبية، كل ما في الأمر أنني لم أرد إنفاق مالي عليهن فحسب. ماذا؟ هذا كله لأجل المال؟ بالتأكيد ليس لأجل المشاعر. بما أنني لم أجد أحداً هنا، فلا داعي لبقائي. كيفن، انتظر! كم أنا فتاة محظوظة لأنني لست صديقة لكيفن، فأنا لا أستطيع
أستطيع أن أتحمل طبعه المقزز هذا. نعم، حاولت جاهدة. كم أنفقت من المال عليه؟ كل هذا عبثاً. حسناً، ما رأيك أن نرقص الآن؟ هيا لنرقص. حسناً، إذن هيا التقطوا صوراً لأفضل مشجعة في هذه المدرسة. إن مشجعتنا الثرية كالعادة قد انفضح أمرها أمامنا. يا له من موقف محرج. نعم نعم، أنا أعمل لدى الآنسة. إنها المشجعة الفقيرة المشهورة في مدرستنا هذه. قوموا بالتقاط الصور لها. سوزي. إن هذا غير مريح. كيفن، أحسنت، أنت أصبحت الملك للمدارس جميعها هنا. لم يكن لدي أدنى شك في نجاحي أبداً. بفضل ربحك هذا نحن قد كسبنا الكثير من المال. أجل، لم يتبقى لدي إلا أن أفعل شيء واحد. ولكن ماذا هو؟ يجب علي أن أجد لنفسي ملكة. بالطبع يا كيفن، سأفعل كل شيء تطلبه مني. أنا لا أفهم كيف يحصل لي هذا أمام الجميع. لا تقلقي يا صوفي، أما قريب الرفاق في هذه المدرسة لن يتذكروا ذلك أبداً. هيا أصمت وبسرعة، نظف لي وجهي. يا لها من فتاة مستفزة تلك المشجعة الغنية. لا بأس، لا تهتمي بها. مرحباً بكم جميعاً. كيفن! آنسة صوفي، آنسة صوفي، هل كل شيء على ما يرام آنسة صوفي؟ أنا لا أصدق ما أرى أبداً، يا له من فتى وسيم. حسناً يا فتيات، أمسكنا أعصابكن جيداً، وخصوصاً أنني أنا وسيد كيفن لدينا عرض مهم جداً. يوجد عرض مهم من كيفن يا فتيات، هيا استعدوا، هيا أخبرونا الآن. هيا انهضي. بما أنني أصبحت في الوقت الحالي ملك المدارس، لهذا أنا أحتاج لملكة، ولذا سأختار واحدة منكم. لذا عليكن أن تستعدوا، فنحن خلال أسبوع سوف نختار الملكة من أجله. اسمعني ستيف، يجب أن أصبح الملكة لكل المدارس، وعندها يصبح كيفن ملكي. ستيف، تعال بسرعة. الآن نحن سوف نرى ماذا يمكننا الشراء من المتجر بهؤلاء. آنسة صوفي، نحن قد ذهبنا إلى التسوق في يوم أمس، أنت لم تري الملابس الجديدة التي قمنا بشرائها معا. كفى ستيف، وظيفتك هنا أن تفعل ما أقوله لك وليس أن تعلمني ما أفعل. فهمت. خاصة أنني عما قريب سوف أصبح أنا ملكة المشجعات في المدرسة، ويجب أن يبدو مظهري أجمل من الجميع هناك. حسناً، سنأخذ هذا الثوب، وهذا الثوب، وهذا. أنني أخاف حتى أن أتخيل كم من النقود سندفع مقابل هذا. وهذا؟ لا. سوزي، هل حدث معك شيء ما؟ أخبريني، تبدين مرتبكة. أنا كنت أفكر كم كنت أرغب في التقدم لمسابقة مشجعات المدرسة، وأنني معجبة جداً بالملك كيفن. لكن أين هي المشكلة؟ أنا أثق بفوزك في المسابقة. أنت لا تفهمين، صوفي تمتلك الكثير من النقود وسوف تفعل كل شيء للفوز. وماذا بهذا؟ لو كان لديها الكثير من النقود، ولكن هي ليست مشهورة أبداً، أما أنت شيء مختلف تماماً. وماذا تقصدين الآن؟ سوزي، أنت فتاة مشهورة، وهذا الشيء بالتحديد سوف يساعدك. أنا في حيرة من أمري. حسناً، بدلاً من جلوسك حزينة، دعينا نقوم بجلسة تصوير لك من أجل المتابعين. أي جلسة تصوير هذه؟
هيا بنا، الآن سوف أريك كل شيء. تاتي تاتي. حسناً صوفي أم سوزي؟ سوزي أم صوفي؟ إنهما مختلفتان جداً، واحدة غنية ولكن ليست مشهورة، والأخرى فقيرة جداً ولكنها تمتلك الشهرة. أنا أتساءل من هي الفتاة التي سوف تصبح ملكة كل المشجعات في المدرسة؟ حسناً، أنا سوف أذهب وأتمرن. يا لي من فتاة جميلة ورائعة، لا أستطيع إلا أن أحب نفسي جداً. يا أنسة صوفي. ستيف، لماذا أنت تصرخ هكذا؟ أنا لدي خبر سيء من أجلك، من الممكن أن يغضبك. حسناً، ولكن ليس عليك أبداً أن تخيفني هكذا. هيا ألقي نظر على هذه الصور. ماذا؟ مليون إعجاب على الصورة الخاصة بهذه الفقيرة؟ هذا مزعج جداً. وجميع التعليقات تقول أن هذه الفقيرة سوف تصبح ملكة المدرسة. لا، لن أدع هذا الشيء يحدث أبداً. وماذا سوف نفعل؟ قولي. أنت هو من سيساعدني الآن لكي أنتقم منها. أنا؟ لكن أنا لا أريد أن أصبح سيئاً. عليك أن تفعل هذا، فلماذا أنا أقوم بدفع النقود لك؟ حسناً، وماذا علي أن أفعل؟ ثانية فقط. عليك أن تفعل كل شيء ممكن حتى تقوم سوزي بقراءة مضمون هذه الرسالة بصوت عال جداً. ولكن لماذا؟ عليك أن تفعل هذا، أما بقية الأمور أنا سوف أتولاها بمفردي. واحد اثنان، واحد اثنان، واحد اثنان، واحد اثنان، واحد اثنان، واحد اثنان. حسناً، لكي أستطيع الحصول على لقب الملكة يجب علي أن أتمرن كثيراً. واحد اثنان، واحد اثنان، واحد اثنان. سوزي مرحباً. اثنان، إن الحارس ستيف هنا، وما الذي تفعله أنت هنا؟ ولماذا بدون صوفي؟ أنا بحاجة إلى مساعدتك حالاً بالفعل. ماذا تريد؟ هل يمكنك أن تقرأي هذه الرسالة بصوت عالي من أجلي؟ لماذا؟ ألا يمكنك أن تفعلها بنفسك؟ أنا لم أريد أن أقول هذا، ولكن أنا أعاني من مشكلة كبيرة في صحتي منذ الصغر. ماذا؟ يمكنك أن تخبرني من الممكن أن أقدم المساعدة لك؟ لدي مشكلة في السمع وفي نظري، لهذا أنا لا أستطيع أن أقرأ هذه الرسالة أبداً. لماذا لم تقل هذا على الفور؟ أنا سوف أقرأها في الحال. يا لي من لاعب كرة سلة رائع، للأسف أنه لا يمكنني أن ألتقي بنفسي. صباح الخير يا كيفن. صوفي، صباح الخير. أنا أملك الآن عملاً مهماً جداً من أجلك. أنا أتساءل، ما هو يا ترى؟ أنا كنت أمشي قبل قليل بالقرب من الصالة الرياضية وقد سمعت شيئاً يبدو غريباً لي. هيا قولي بسرعة، أنا يجب أن أعلم كل ما يحدث في هذا المكان هنا. أنا سمعت قبل قليل إن سوزي تشتكي من وجودك. ماذا؟ تكذبين علي، لا يمكن لأحد أن يشتكي علي. بإمكانك المجيء معي إلى الصالة وأن تسمع كل شيء. أنا بالطبع لا أصدقك، لكن لا بأس سأذهب. ومن المرعب كيف يمكن أن يكون الملك الخاص بهذه المدرسة كلها. انظر انظر، هل تراها؟ أراها جيدا. أنا لا أعلم كيف سمحوا له بالفوز كمالك للمدرسة، هو لا يعلم كيف يرتدي الملابس حتى. أنا أكثر فتى عصريا في المدرسة كلها. هو فتى مقرف جدا ويمتلك رائحة فم مقززة، أنا لا أستطيع أن أقف بجانبه لثانية. ولكنني أنظف أسناني بشكل دائم. وبشكل عام هو أبشع شخص قد ألقاه في حياتي هذه كلها، ولا يوجد أسوأ منه. كيف تشرأت على قول هذا؟ سوف ألقنها درسا. يبدو أن خطتي قد نجحت كيفن. لقد انتهيت، هيا أمسك بها. شكرا جزيلا لك يا فتاة، أنت قد قدمت لي مساعدة. لكن ما هو سبب الرسالة؟ وعن ماذا تتحدث؟ لا تشغلي نفسك بها، وشكرا لك على المساعدة. أعتقد أنني سوف أحصل على مكافأة مالية.
أنه يبدو غريباً. لا بأس، الشيء الأهم الآن أنني قمت بمساعدة الرجل. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2. لقد حدث شيء غريب عندما كنت أتمرن في الصالة الرياضية. وماذا هو؟ بالمناسبة، قررت اليوم أن أدعوك كي تشاركيني بالحلوى والعصير. أوه، شكراً لك. أنا أشعر أنني جائعة، فأنا لم أتناول شيئاً منذ الصباح. إذن هل أردت أن تخبريني بأي شيء؟ صحيح، لقد أتى الحارس الشخصي ستيف وقد طلب مني أن أقرأ من أجله رسالة تبدو غريبة جداً. أنا لم أستطع أن أفهم عن ماذا، لكن اتضح إنها كانت غريبة جداً. لا تهتمي به، إنه فتى غريب جداً مثل صوفي. أنت هنا يا سوزي. آنسة سارة، صباح الخير لك. أنا لا أعتقد أنه سوف يكون خيراً أبداً. ما الذي كنت تقولينه بخصوص كيفن؟ أنا؟ من الواضح أن هناك خطأ ما. كيفن سمع كل شيء عندما كنت تتحدثين عنه في الصالة الرياضية هذا الصباح. أنا لم أقول عنه أي شيء خاطئ، من فضلك. مهلاً سوزي، أليست تلك الرسالة التي قرأتها له؟ ربما هي، ولكن هي لم تكن عن كيفن. أنا لا أهتم عن من تلك الرسالة، ولا أريد أن يتكرر هذا أبداً، وإلا سوف أقوم بطردك من هذه المدرسة. أنا لا أفهم أي شيء يحدث. أعتقد أنني قد عرفت، صوفي أرادت أن توقع بك. لا أبداً، لا يمكن لها هذا. سوزي، لا تكوني ساذجة هكذا، هذا واضح جداً، لهذا يجب أن نعاقب صوفي على هذا الخطأ. هذا مرفوض، لا، أنا لن أفعل هذا الشيء، هذا ليس شيئاً جيداً. اسمعيني جيداً، يجب علينا أن نعاقب صوفي على كل شيء قامت. أين سنذهب؟ الآن سوف ترين. تأتي. الآن سأقوم باستخدام هذه المكونات لصنع أفضل صديق مقرب إلي. صباح الخير. صباح الخير لكم يا فتيات. تاتي، لما نحن عند هذه الفتاة الغريبة؟ إن هذه أقوى ساحرة في العالم، وهي سوف تساعدنا. ربما لا داعي لهذا. علينا أن نفعل هذا. يا فتيات، ما الذي يحدث؟ نحن الآن بحاجة ماسة إلى معاقبة فتاة ما وهي معنا في المدرسة، لأنها تتصرف بشكل سيء جدا. سوف نفعل شيء ما بها. قد أصبح جاهزا في نهار الغد. إن فتاتكم السيئة تلك سوف تستيقظ من نومها وهي قبيحة جدا. شكرا لك يا ساحرة، هيا بنا. أنا أحب أن أفعل هذا السحر. آنسة صوفي، هيا انهضي من نومك. آنسة صوفي، آنسة صوفي، آنسة. ما الذي يحدث معك منذ الصباح يا ستيف؟ هيا انظري إلى نفسك. ستيف، ماذا بك؟ ألم تعتد على رؤية هذا الجمال كله منذ الصباح؟ على أي حال، أنا لا أعتقد أن البثور هذه تبدو جميلة. ماذا تقول أنت؟ أي بثور هذه؟ هيا انظري إلى نفسك. ماذا حدث لي؟ كيف سوف أذهب إلى المدرسة وأنا هكذا؟ ربما ليس عليك أن تذهبي في هذا اليوم إلى المدرسة. أصمت الآن، أنا الآن سوف أفعل شيء لكي لا يفهم أحد هذا الأمر. أجل، كما تريدين أنت. تاتي، أنا أردت أن أسألك، ألم تظهر صوفي أبدا إلى الآن؟ لا، لماذا أنت قلقة بشأن هذا؟ أنا أسأل نفسي الآن، ما الذي فعلته معها تلك الساحرة؟ وأنا أيضاً أسأل نفسي هذا، إذا ربما يكون قد أقصت تلك الساحرة، قامت بسحرها بشكل فظيع جداً. اسمع، هل فهمت شيئاً؟ لا، لا أعتقد هذا. صباح الخير لكم جميعاً. صوفي، ما الذي أصاب وجهك الجميل؟ أنا أريد أن يرى جميع من في هذه المدرسة أنني أنا الفتاة الغنية.
لهذا وضعت في الأمس الألماس على وجهي بهذا الشكل الجميل جداً. أوه صوفي، نحن جميعاً نعلم لماذا قد وضعت كل هذا الألماس على وجهك. توقف قليلاً صوفي، هل قمت بإخفاء بثورك المرعبة بهذا الألماس الآن؟ أوه كيف لهذا الألماس أن يتساقط عن وجهي هكذا؟ وأنا كنت أعتقد أن الأغنياء لا تظهر البثور في وجوههم أبداً. يكفي يكفي. لقد قمت بفضح أمري تلك المغرورة جدا، لكن أنا أشعر بالحزن الشديد من أجلها بغض النظر عن ما قد فعلته معنا. سوزي، لماذا تشعرين بهذا؟ هي أوقعت بك مرات عدة، على أي حال القليل فقط وستصبحين ملكة المدرسة بأكملها. أنا أشك بأنني سأصبح الملكة، هيا انظري كيف يبدو منظري هذا. سوزي هذا يكفي، أنا لا أستطيع أن أسمع هذا. ولكن كفى الآن، هيا نحن لدينا الكثير من العمل. حسناً. كيف هم تجرؤوا بأن يقوموا بالضحك علي أمام الجميع؟ هذا يكفي يا أنسة صوفي، اهدئي قليلاً أرجوك. أنا لا أستطيع أن أقارن نفسي بهؤلاء أبداً، أنا ذكية، لدي النقود. وبالأخص مع وجود هذه البثور. ستيف، أنا أقصد مع وجود هذه الألماس على وجهك بأكمله. لماذا تكلمت معها هكذا؟ حسناً، من المهم لي أن أفوز أنا بهذه المنافسة بأي طريقة. ستيف أعطني الهاتف الخاص بي. ثانية فقط. ها هو. ماذا يجب علي أن أفعل؟ يجب أن تطلب لي أغلى أداة تشجيع موجودة على الشابكة من أجل تلك المسابقة. سوف نرى إذن. وما رأيك بهذا؟ لا كلا، تبدو بسيطة جدا، ابحث لي عن غيرها. حسنا، وما رأيك أيضا بهذا؟ إنها رائعة، بهذه الأداة أنا سوف أكون مشرقة في المسابقة، أطلبها من أجلي على الفور. أجل في الحال، إن الأجر الذي أحصل عليه شهريا لا يتجاوز ثمن هذه الأداة. والآن سنبدأ بالتحضير للمسابقة، هيا أحضر لي كل مستحضرات التجميل. حسنا في الحال. إن الفتى كيفن وسيم جداً، ولكن هو بالفعل لن ينظر أبداً إلى فتاة فقيرة مثلي. صديقتي. مرحباً. حسناً، هل أنت مستعدة لكي تصبح الفائزة في المنافسة؟ يكفي هذا، تعلمين أنه لن يحدث. لم أتوقع غير هذا الكلام، إذن حسناً، مجدداً علي أن أتعامل مع هذا الشيء بمفردي. أنا أشعر بالقلق جداً. حسناً، أنا فكرت بأمر، أنت بحاجة إلى أداة تشجيع رائعة جداً. لا يوجد لدي النقود كي أقوم بشراء أي شيء، أنت تعلمين. أنا أعلم أنه علينا أن نقوم بصناعتها بأنفسنا. عن طريق الورق. ماذا؟ الآن سوف أريك. تاتي، أنت تقومين بفعل الكثير من أجلي أنا. أنا لا أعلم أبداً كيف أستطيع مكافأتك. بل أنا أعلم. عندما تصبحين حبيبة كيفن، عليك أن تعرفيني على صديق من أصدقائه الشبان الأثرياء مثله. موافقة على هذا. حسناً، سوف أعود. على الأقل أنا محظوظة جداً بصديقتي المقربة. ها هي جاهزة. إنهم رائعون جداً بالفعل، شكراً جزيلاً لك على هذا. على رحبة والسعة. مهلاً، كم هي ساعة الآن؟ لا سوزي، نحن سوف نتأخر على التدريب. هيا لنذهب الآن بسرعة. هيا هيا بسرعة. واحد اثنان ثلاثة يا فتيات بسرعة، هيا بسرعة. ثلاثة واحد اثنان ثلاثة. أنتن رائعات. والآن نحن سنتعلم تمرينا آخر من تمارين التشجيع. أنا بكل تأكيد من سأفوز بهذا التحدي، لأنني أنا أملك أغلى أداة للتشجيع وهي مصنوعة كما ترون من النقود بالكامل. بكل تأكيد إنها مغرورة كالعادة. يا إلهي، إن صوفي تمتلك أداة تشجيع غالية الثمن جداً. سوزي لا داعي للقلق، لا أهمية لأداة التشجيع هذه، حركات التشجيع خاصتك أكثر أهمية.
حسناً، لنقوم بحركات جديدة. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. هل هذا مفهوم لكم؟ أجل. صوفي، أنت من ستبدأ. لكن أين الموسيقى؟ كفى هذا، لماذا أنتم تضحكون علي الآن؟ تاتي، أنت هي التالية. لا، لا بأس. 1، 2، 3، 4، 1، 2، 3. ليس سيئا. الآن حان دور سوزي. أنا سوف أجرب هذا. هيا. تدا. أعتقد أنني أنا لم أكن سيئة جدا. بل أنت هي الأروع هنا. صديقتي، أحسنت صنعا. ماذا؟ أنا؟ كيف هذا؟ هل يعقل أن هذه الفقيرة هي الأفضل بيننا في التشجيع؟ أحسنت صنعا يا عزيزتي. إن هذا لا يصدق، لا يصدق أبدا. والآن كيفن، ما رأيك بالمشجعات؟ هل اخترت واحدة منهن؟ كيف سأخبرك إن اختيار ملكة للمدرسة أصعب مما كنت أتخيل؟ هل إحدى تلك المشجعات قد نالت إعجابك؟ مثلاً سوزي، فتاة جميلة وترقص بشكل جيد، ولكن لا تليق بي كمالكة لأنها فقيرة جداً. ولكن ماذا بشأن صوفي؟ أيضاً صوفي هي فتاة ثرية، وإن هذا جيد، ولكن هي فاشلة دائماً تقوم بإحراج نفسها. وبشأن تاتي؟ وتاتي هي بالمنتصف بين سوزي وصوفي. ولكن يجب عليك أن تفكر جيداً في هذا الأمر. لم يتبقى سوى القليل على المنافسة. سوف أفكر. كيف لي أن أقوم بتلطيق زي المشجع الوحيد الذي أملكه للمسابقة؟ ماذا يجب علي أن أفعل؟ لا أستطيع أن أقوم بتنظيفه. يا صديقتي، ماذا؟ هيا انظري إلى ما حدث. سوزي، كيف حدث هذا؟ أنا لا أعلم أبداً، لكن أنا لا يمكنني تنظيفه على الإطلاق. لقد اقتربت المنافسة، لا يمكنك الخروج إلى المسرح هكذا. أنا بجميع الأحوال لن أستطيع أن أفوز. ماذا؟ كلا، لا أريد أن أسمع هذا أبداً. هي، أنا أثق بك جداً، أما عن الزي؟ سوف أجد لك شيئاً آخر على الإنترنت. حسناً، ها هو، إنه خيار جيد بنظري، انظري. يا إلهي، إن ثمن هذا الزي باهظ، أنا ليس بإمكاني أن أحصل عليه. حسناً، انظري، إن هذا الزي أرخص $20، ما رأيك بهذا؟ هل تسخرين مني الآن؟ أنا لا أملك أي نقود كي أشتري أي شيء كهذا. لا أعلم ماذا نفعل، ربما يجب علينا أن نشتري قماشا ونقوم بحياكته بأنفسنا. هي كفى، أنا لا أريد بعد الآن أن أذهب إلى أي مسابقة تشجيع في المدرسة. سوزي، أنا متأكدة من أن صوفي سوف تشتري الآن أغلى زي تشجيع وسوف تفوز في هذه المسابقة. ولكن لهذا لا يوجد داع لكي أبذل جهدي. سوزي، أجل، أنا انتهيت من الكلام. لا يجب على سوزي أن ترفض التقدم إلى هذه المنافسة الهامة. مهلا، حتى لو أن الفتاة صوفي تمتلك أجمل زي تشجيع على الإطلاق هنا، أنا يجب أن أفسده لها. ما رأيك بهذا آنسة صوفي؟ أنا متأكدة من أنني سوف أبدو جميلة جدا به. أجل، حتى أنا لا أستطيع أن أحمل هذا الجمال بيدي. حسناً، حسناً، ها إنهما هنا. لا بأس، هيا ضع هذا الزي في الخزانة خاصتي لكي لا يراه أي أحد هنا، هل فهمت؟ حسناً آنسة صوفي. لحظة لو سمحتي. أجل يا أمي، أنا تناولت الطعام. ستيف، هيا نحن سوف نتأخر. حسناً، أنا سأتصل بك. هيا آنسة صوفي، هيا. يا صوفي، إن حارسك الشخصي شخص شديد الغباء. حتى إنه لم يغلق الخزانة بعد انتهائه.
ستيف، كيف لك أن تنسى أن تغلق باب الخزانة السري هذا؟ سوف نرى الآن ماذا سوف تفعل صوفي تلك بزيها الملطخ كله هذا. ولكن الآن أصبح لدى صديقتي سوزي فرصة كبيرة كي تفوز في هذه المسابقة. لماذا أنا لست فتاة محظوظة وولدت هكذا فقيرة جدا، أما تلك الشريرة صوفي ولدت غنية؟ صديقتي مرحبا، هل أنت مستعدة كي تصبحي ملكة المدرسة؟ تأتي، أنا قد قلت لك أنني لن أتقدم إلى المسابقة. هذه ليست مشكلة، سوف أفعل هذا بنفسي مجددا. ماذا ستفعلين؟ الآن سترين. أريني الآن. لماذا تفعلين بي هكذا؟ لا تخافي، كل شيء جيد الآن. حسناً، سوف نضع الزينة أولاً. ولكن ليس لديك أي مستحضرات تجميل هنا، ولكن نحن سوف نضع لك من الموجود هناك. سوف تصبحين فتاة جميلة جداً. هل أنت متأكدة من أن هذا ضروري من أجلي؟ بكل تأكيد، كي تنجح كل مشجعة هنا الآن يجب أن تضع الزينة. أنا لا أعلم إن كان هذا صحيح. أنت لا تعلمين أي شيء حتى. بالمناسبة لقد أحضرت هدية خاصة من أجلك. انظري، هل هذه هي الربطة التي أحببتها؟ أجل، ولهذا هيا ارتديه بسرعة الآن. أنا لا أصدق هذا. هيا لنذهب، قريبا سوف تبدأ المسابقة. أجل. حسنا، وهنا أيضا. هيا ضعي كمية أكبر من الذهب، أريد أن ألمع. لا داعي للقلق، أنا أفعل كل شيء بشكل جيد جدا. أنا أضع مستحضرات التجميل لأفضل النجوم هذا. أنا لا أهتم بما تقوليه الآن أبدا، افعلي ما أنا أطلبه منك. إن هؤلاء الأغنياء أشخاص مقرفون جدا، لكن هم يدفعون لي جيدا. حسنا، لنعدل هنا قليلا ومن هذه الجهة القليل أيضا. أنا اليوم لدي منافسة في المدرسة ويجب علي الفوز بكل تأكيد. أنا متأكدة من أنك ستفوزين بفضل جمالك هذا، وخاصة بعد إضافة هذه الزينة لك. هيا أكملي إذن. أنا أحب عندما يقوم أحدهم بمدحي. شعرك إنه جميل كالذهب وبشرتك جميلة جدا. يا لك من فتاة جميلة ومميزة. ستيف، لماذا أنت تصرخين هكذا؟ أجل آنسة صوفي، هيا أحضر من أجلي بسرعة الزي الجديد الخاص للمسابقة. يا سيدتي، ولكن يوجد لدينا مشكلة. ماذا؟ هيا أخبرني ما الذي حدث. أخبرني من فعل هذا؟ أنا أقول الحقيقة، فأنا لا أعلم، لقد أتيت إلى هنا ووجدته هكذا. ماذا يجب علي أن أفعل؟ إن المسابقة الأهم لي سوف تبدأ فقط بعد 20 دقيقة من الآن. آنسة صوفي، لا داعي للقلق أبداً، فأنت الفتاة الأجمل في المدرسة، تأكدي من ذلك. تريد أن تقول لي بأنني فتاة فائقة الجمال؟ بكل تأكيد، فأنا لم أرى فتاة أجمل منك من بين الفتيات هنا. لا بأس، بعد هذا كله سأذهب هكذا. من الجيد الآن أنها لن تعاقبني لأنني لن أغلق الخزانة. والآن يا جلالة الملك، هل أنت مستعد لاختيار الملكة؟ تقريباً، ولكن ضع لي المزيد من أحمر الخدود هذا. نعم، بالتأكيد. والآن حان الوقت كي نقوم باختيار الفتاة الأفضل هنا كملكة لكيفن. أمل أن تكون سوزي، كم أمل أن تكون سوزي. أجل، والملكة ستكون الفتاة الأفضل على الإطلاق. إذن هيا رحبوا بالمتسابقة الأولى هنا صوفي. أنا متأكدة من أن فتاة مثلي جميلة وتمتلك الكثير من النقود، هي فقط من تستطيع الفوز. وأريدكم أن ترحبوا معي بالمتسابقة التالية سوزي. أنا أشعر بالقلق الآن، لكن أؤمن حقا بدعمكم لي. صديقتي، أنا أثق بك جدا.
أولاً يجب علينا أن نقوم بإعطاء تقييماً لزي كل منكما. كيفن؟ حسناً إذن. أنا أرى أن صوفي لم تستعد جيداً رغم أنني أنا كنت أعتقد أنها سيكون لديها زياً رائعاً. لكن أنا حصل لدي مشكلة، أحدهم قام بإفساد الزي خاصتي. على أي حال، إن درجة أول مرحلة من المسابقة تفوز بها سوزي. ماذا؟ شكراً لك يا كيفن. لا بأس، لدينا 1-0. والآن الدرجة التالية سوف تكون للمرحلة الأهم وهي الزينة والشعر. هيا. بالتأكيد أنا سوف أفوز الآن، لقد أعطيت الكثير من النقود لتلك المصممة. وفي هذه المرحلة إن الفائزة هي صوفي. أجل، أنا كنت أعلم هذا. سوزي لا داعي للقلق، سوف تفوزين بالتأكيد، أنا واثقة بك. تعادل 1-1، بقي تقييم واحد في هذه المسابقة وهو مرحلة المشجعة الأفضل هنا. صوفي أنت أولاً، هيا ابدأي بسرعة. هذا سهل. أوه، أنا أرى أن هذا ليس سيئاً أبداً. أجل، أنا أعلم. هيا لنرى الآن رقصة الفتاة الفقيرة. سوزي، هيا تفضلي. أنا آمل أن أحسن التصرف مع هذا. هيا سوزي، هيا. إن رقصتها مضحكة جداً. هذا لا يصدق، لقد أحسنت صنعاً. الكلام الأخير الآن لكيفن. نعم نعم، بكل تأكيد. حسناً صوفي، كنت لا بأس بك، ولكن يا سوزي، أنا لم أرى رقصة مضحكة مثل هذا من قبل. أنا لم أضحك مثل هذا من زمن. أمل أن تكون سوزي هي الفائزة، وهذا ما أبحث عنه. لهذا سوزي هي ملكتي أنا الآن. أيتها الجميلة، قد أصبحت ملكتي. كيفن، شكراً لك على هذا. هذا لا يمكن أن يكون، أنا هي الأفضل. صوفي لا تحزني، ستفوزين في مسابقة أخرى، أنا متأكدة. أجل، واليوم سوزي هي الفائزة. ولكن أنا سألقنكم درساً. هذا ما تستحقينه. حسناً، والآن على شرف النجاح أريد أن أدعوك إلى مطعم فخم في مدينتنا يا سوزي، ما رأيك؟ أنا سأذهب إلى أفخم مطعم هنا؟ لا تقلقي أبداً، فأنت الأفضل بالنسبة لي على الإطلاق يا عزيزتي. إن كيفن غبي جداً كما تعلمين. هيا قولي أي كلمة، أنا قلق بالفعل. هل تعلم؟ أنا فكرت، لماذا أنا أحتاج لذلك الغبي كيفن؟ ماذا تقصدين؟ دعه يتقابل مع تلك الفقيرة، أنا أعلم أنني أفضل منها. أنا واثقة جداً، سأجد لنفسي 100 من كيفن ذلك الأبله. أوه، هذا رائع، أنا لم أتوقع مثل هذا الرد من صوفي. صوفي. أنا أهنئك على فوزك، هنيئاً لك. شكراً لك، أنا لم أتوقع أبداً أن تقوم باختياري ملكة للمدرسة. كوني على يقيناً أنك تستحقين هذا. قد أعجبت بك منذ زمن بعيد، لهذا أنا أعرض عليك الآن أن تصبحي فتاتي الخاصة. ماذا؟ أنا؟ أجل، أو أنت غير موافقة؟ بالطبع، أنا أوافق على هذا. أنا متأكدة أن النصر في هذه المسابقة سيكون من نصيبي. نعم يا صديقتي. وعلى كل الأحوال يمكننا أن نشتري مدرب. أنت فقط تخيلي، أغنى فتاتين صديقتين مشجعتين في فريق واحد، سيكون هذا رائعاً. أجل، وهكذا ستيف سيغرم بواحدة منا. أنا بصراحة لقد تعب من ملاحقة ستيف. هاي، ماذا بك؟ عندما تصبحين في فريقي لن تضطري إلى ملاحقة ستيف أبداً. وهل سيصبح لدي زي رائع كالذي لديك؟ إنه لمن المستحيل. لكن لماذا؟ لأنني صممته من أفضل مصممي أزياء في البلاد. يمكنني أيضاً أن أدفع المال. أنت تعرفين، فأنا لدي الكثير من المال. نعم، ولكن في كل الأحوال ستذهبين بهذا الثوب. أما أنا سأكون في أجمل مظهر لأنني رئيسة الفريق. للأسف.
لا بأس بذلك، لأجل الشهرة أنا مستعدة لفعل هذا. هذا جيد، أما الآن فاستمري بالتمارين، هيا يا صديقتي. حسناً. هيا بنشاط أكثر. كم أريد أن أصبح غنية ومشهورة أيضاً. أوه يا إلهي، ما هذا؟ مسابقة الفريق الغني للمشجعات؟ أوه، هذه فرصة ذهبية لتحقيق الشهرة. رائع! مرة أخرى، مرة أخرى. جيد جداً. بفضل حصص التدريبية هذه ستكون جميع الفتيات في المسابقة لك. بالمناسبة، أين فيوليتا؟ أنا قلت لها ألا تأتي هذا اليوم. أجل، أهم قاعدة لدينا أن التمارين أهم من كل شيء. أجل، هل نسيت؟ ستيف، ستقام مسابقة كبيرة لاختيار مشجعات جدد. أجل، نسيت. أما فيوليتا فهي تدرب إحدى صديقاتها. لكن هذا ليس عادلاً، لم أفوت أي حصة من التمارين حتى الآن أيها المدرب. ستيف، أنت تفهم أنه يجب علينا تشكيل أفضل فريق، وبهذه الطريقة سنحقق النصر في المسابقة. حسناً، عندما أفوز سأختار لنفسي حينها أجمل فتاة أراها. حقاً، وأنا حينها سأحصل على مليون دولار. لم أسمع، هل قلت شيئاً؟ قلت بألا تبقى واقفاً هكذا وابدأ بالتدريب حالاً. إنني أتدرب. أقوى، هيا أقوى. أتأمل بأننا سوف نختار إحداهن اليوم. لست متأكدا، رأينا الكثير من المشجعات ولم تعجبنا أي مشجعة منهم. انتظروا قليلا، الآن تستعد صديقتي لتقديم الفقرة. إذن سوف نرى ماذا لديها من تمارين. حسنا حسنا يا ميديا، أنت لها. إنها تتحرك بشكل جيد. لقد قلت لك ذلك من قبل. بالإضافة إلى أنها تملك الكثير من المال، لذلك ستنضم لفريقنا، فهي مناسبة جدا. حسناً، هي فعلاً من أفضل الخيارات لدينا اليوم. قولا، ماذا إذن؟ هل هي معنا؟ أجل، أنت مقبولة. حقاً، شكراً جزيلاً أيها المدرب. حسناً، هذه كانت المشجعة الأخيرة لدينا، هيا لنخرج. لنخرج الآن. حسناً، فكرة جيدة. وأخيراً وصلت. أي، من هذه الفتاة؟ من سمح لهذه الفتاة الفقيرة بالدخول؟ هل تم اختيار المشجعات؟ أجل، لكنك لم تسجلي بالمسابقة. ليس لدي هاتف لكي يسجل بهذه المسابقة. إنها مضحكة جداً. تشاس، أنا آمل بأنك لن تشاهد ما ستقدمه هذه الفتاة الفقيرة. كيف ذلك؟ إن المسابقة من أجل الجميع. حسناً، يمكنك أن ترينا ماذا لديك. نعم بالتأكيد. يوجد لديها ما يستحق. نعم، وأنا أيضاً تعجبني. كم هذا مقزز. حتماً إن هذه الفتاة لن تنضم إلى فريقنا الغني. هل أعجبكم؟ كان هذا مضحكاً فعلاً، لكنه أعجبني. أنا أيضاً. انظري إليها، إنها حتى لا تملك ثياباً جيدة أبداً. حسناً، إن هذه ليست مشكلة. تفضلي، هذه ثيابك الجديدة الآن. هذا يعني أنني مقبولة صحيح؟ فيوليتا، أنا آمل أن هذه مصحة. وأنا أيضا. نعم يا فتيات، لقد أصبحت الآن في فريقنا. شكرا جزيلا. لقد أعجبتني طريقتك بالرقص. حسنا، يمكننا الاحتفال. بالطبع. انظري لهذا، ستيف الجميل يرقص معها. لا بأس يا صديقتي، سنريهم من هو الأهم في هذا الفريق. حسنا شباب، أنا أيضا لا بأس بي في الرقص، انظروا. المشجعة يجب أن تظهر بمظهر رائع، وأنا الرائعة أيضا. مرحبا يا صديقتي. أي،
لست صديقتك. بالمناسبة، ما الذي تفعلينه هنا؟ يا فيوليتا، إن المدرب قال لي أنني سأسكن معكم. أي، هذا السرير لي أنا فقط. حسناً. وصديقتي ميديا تنام في الأعلى. أين سأنام أنا إذن؟ هم، أين تعتقدين؟ سوف تنامين على الأرض. لا أريد النوم على الأرض. أيتها المسكينة، أعتقد أنه أفضل من النوم في الشارع. وهو كذلك. هذه السجادة ناعمة جداً وأفضل من أي سرير. أوه، يا له من وجه جميل ولحية رائعة. كم أنا جميل. أوه ستيف، يا لها من صدفة غير متوقعة. أهلاً بك. ماذا لديك اليوم مساء؟ أتريد الخروج؟ يمكننا أن نتنزه معاً. لا أعلم يا ميدي، لكني سأكون متعباً جداً بعد التمرين. يمكننا بدلاً من التنزه أن نجلس في مكان ما ونتحدث. لما كل هذا؟ اذهبي وتنزهي مع أصدقائك. ماذا بك يا ستيف؟ ألا تستطيع فهم ما أقصد؟ أنا أريد أن أكون برفقتك. ما بك؟ لما تودي الخروج؟ لا، أنا فقط. يمكنك عدم الإجابة. هي، ولكن لماذا؟ ماذا؟ ألست جميلة؟ الجميع يعلم أنني سأقابل أفضل مشجعة في المسابقة السنوية للمشجعات، ألا تعلمين؟ وما هذه المسابقة الغبية؟ سيشرح لكم المدرب في الدرس كل شيء. مع السلامة. حسناً، يجب أن أربح هذه المسابقة بأي ثمن. ستيف! يا تلاميذ، قريباً سوف تبدأ المسابقة السنوية للمشجعات، ويجب أن نحقق النصر فيها. هل فهمتم؟ وما هذه المسابقة التي تتحدث عنها؟ أتيتم إلى أفضل فريق ولا تعلمون شيئاً عن المسابقة يا أصدقاء؟ كل عام يختارون أفضل فريق ليرسلوه فيما بعد في رحلة سياحية رائعة. يا للروعة، لم أذهب في حياتي في رحلة كهذه. هذا واضح. حسناً أيها الفتيات، انتبهوا إلي جيداً. أجل، ولذلك يجب علينا التمرين بشكل مكثف وتناول طعام صحي. لكن في هذا العام سيتم إرسال فتاة واحدة منكم فقط. كيف هذا؟ نحن مشاركين في الفريق. أجل، لكن القواعد تنص على أنه سيتم إرسال فتاة واحدة منكم. هذا رائع، كنت متأكداً أنه ليس لدي منافس. وماذا لو قمنا بدفع المال؟ نحن نملك الكثير من المال، يمكننا شراء رحلة ثانية. هذا غير ممكن لأن الرحلات محدودة العدد، يجب أن تفهموا هذا جيداً. لا بأس، أنا بكل الأحوال واثقة بأن الفوز لنا، لذلك من المؤكد بأن إحدانا سوف تذهب في رحلة مع ستيف. حسناً، قلت لكم أهم معلومة لهذا اليوم. الآن افتحوا الكتب واقرأوا عن الحمية الغذائية للمشجعات. هل تريد أن تضيف شيئاً آخر؟ أيتها الفتاة، أنت أتيت إلى مدرسة المشجعات هذه، ولذلك تعودي. إن وجد أمر لا يعجبك انسحبي أيتها الفتاة. أجل. هيا افتحوا الكتب يا تلاميذ. يا للروعة، كم من المشجعات أعجب بذلك، هذا جميل. ستيف، انظر ماذا طلبت لنا. أوه أجل، لقد كنت طوال اليوم أشتهي الساندويش. هاي، ما بكم يا أصدقاء؟ ماذا عن هذا الطعام الصحي؟ لو كنت توجهين الكلام لي فسيحدث أمر سيء. لكن حقا تصوري لو أحدا ما علم بذلك الأمر، ماذا سيحدث؟ حسنا. تعرفون ماذا؟ من الذي أحضر إلى المطبخ هذا الطعام؟ هذه فيوليتا. لا، بل هذه الفقيرة أحضرتهم لنا. غير صحيح، إنني جالسة آكل تفاحة. أجل. حسناً، اليوم في التمرين أحدهم سوف يعاقب. أراكم في التمرين.
لماذا لم تقولي أنك أنت من أحضرتهم لنا أيتها الفتاة الفقيرة؟ ولماذا علي أن أضحي بنفسي من أجلكم أنتم؟ لأنه يجب عليك ذلك ويجب عليك القيام بكل ما أقوله لك، أفهمت؟ لكن أنا لماذا فعلت ذلك؟ توقف، لماذا أنت تركض خلفها هكذا؟ هيا هيا يا فتيات، حاولوا أكثر، المسابقة تحتاج لاستعدادات أكثر وجهد أكبر منكم. أيها المدرب، لم أتوقع أنني سأحب ممارسة الرياضة كل هذا. ميدي، لماذا توقفت عن التمرين؟ استمري هيا. أنا متعبة جدا. انظري كيف بلوندي تجتهد وتتعب أكثر منك. لدي إحساس بأنني سوف أكون أنا الفائزة بهذه المسابقة. متوهمة بلوندي، لقد أحسنت صنعا اليوم، لذلك يمكنك الذهاب الآن. شكرا جزيلا لك، أراكم لاحقا. وأنا؟ أما أنت يجب عليك التمرين، لذلك ابدأي هيا بسرعة. وإذا فعلت هذا؟ حسنا، يمكنك أن تستريحي الآن. كنت على ثقة بأنك أكثر مدرب تفهما. كم هو رائع أن تستطيع شراء ما تريد بالمال. على الأقل يوجد هنا ما يمكن الاستفادة منه أكثر من التمرين. كان يمكنها أن تعطيني أكثر. يجب علي الآن أن أضع صورتي الشخصية على الإنستغرام، ربما المتابعين قد اشتاقوا إلي كثيرا. مرحبا ستيف. أهلا أهلا بك. هكذا أنت تحب نفسك كثيرا. ألا تعلمين؟ أنا الشاب الوحيد في مدرسة المشجعات. عن هذا بالتحديد أريد التحدث معك. ماذا تقصدين بذلك؟ ليس سرا على أحد بأنني سأفوز في المسابقة، لذلك يجب علينا التخطيط مسبقا ما هي الأنشطة التي سنقوم بها في هذه الرحلة. هل أنت جادة حقا؟ أجل. سيشارك آلاف الفرق، من أين لك كل هذه الثقة يا فيوليتا؟ لأنني الأفضل دائما. نحن لا نزال نعلم بهذا الأمر. ماذا إذا؟ اربحي أولا وعندها نتكلم. أخبريني بماذا تفكرين؟ هل يمكننا أن نتصور معا؟ هل يمكننا الذهاب لمكان آخر؟ وهنالك سوف نلتقط الصور. أنت تعلمين جيدا أنني سأقضي وقتي مع تلك التي ستفوز بالمسابقة. أما الآن لا تلهني عن أموري رجاء. فكر جيدا، فلدي الكثير من المعجبين أمثالك وأفضل منك. كم أنك مضحكة أيتها الفتاة. حسناً، إذن أنا قلت لكم أن تحضروا الدروس في المنزل، لهذا سيكون لديكم اليوم فحص. مستعدون؟ وما هذا الامتحان الجديد أيضاً؟ هذا بمثابة امتحان. أجل، لكن هذه المذاكرة تخص المشجعات فقط. حسناً، من حسن حظي أنني اشتريت البارحة سماعات. أوه، أعطني واحدة. والآن يمكننا أن نتساعد بسهولة أكثر. ماذا يحدث هنا؟ يستحقون هذا. هذه فقط سماعات تخصني. أعطني السماعات. للأسف لم يفلح الأمر معنا. يا لهؤلاء الأغنياء. من الجيد أنني فتاة فقيرة. إيه بلوندي، هل لديك واحدة أخرى؟ من أجلك يوجد. شكرا جزيلا. يا لها من فتاة غبية تحتال علينا بطيبتها. الأمر مزعج. أيتها الفتيات هدوء، جاوبوا على الأسئلة الآن بدون كلام. حاضر حاضر أيها المدرب. كم هو رائع أن اليوم عطلة ولا يوجد فيه تمرينات. أولا، أتى أحدهم. أين يجب علي أن أخبئها؟ فيوليتا، أردت أن أسأل. نعم أيها المدرب. إذن ماذا يوجد هنا؟ إنها للفتاة الفقيرة، هل تصدق؟ ماذا؟ كيف تجرأت على فعل هذا؟ لا أعلم كيف. بلوندي،
أخبريني ما هذا يا فتاة؟ نعم، قولي لي ما هذا؟ هذه ليست لي، لكنني رأيتك تشربينها وكانت موجودة على سجادتك هنا أيضا. لكنها فعلا ليست لي. الكذب رائع فعلا. أنت معاقبة، الحقي بي. حقا لم تكن لي. حسنا، أما أنا فيمكنني المتابعة. لماذا لا تصدقني فإنها ليست لي؟ لديك ساعة واحدة لتنظفي هذا المكان. حسنا. لماذا علي أن أنظف كل هذا المكان بالرغم من أنها ليست لي؟ أوه بلوندي، ماذا تفعلين؟ إن اليوم هو يوم عطلة. اتهمتني الفتاة بتناول المشروبات. ماذا؟ المدرب عاقبني بذلك. نعم، الفتيات لم يتصرفوا بشكل جيد. حسناً، ليس لدي وقت الآن. هيا إذن، هل أساعدك يا فتاة؟ يمكنني مشاركة صورة لعملية التنظيف في الإنستغرام الخاص بي؟ سأكون شاكرة لك كثيراً. هاي ستيف، ماذا تريدين؟ أنا شاكرة لك يا صديقي، لكنني أبدأ القتال بالمماسح. حسناً، خذي أيضاً. خذ، استلمي. خذ. إن المدرب سوف يعاقبنا على هذا. فلنجمعهم بسرعة يا ستيف، فإن هذا كأس المدرب. حسناً، هنالك أحد قادم. حسناً، ما كان هذا الصوت هنا؟ لا شيء، لا يوجد شيء أيها المدرب. ما هذا؟ إنه فنجاني المفضل. كنا ننظف وهذا ما حصل. نعم، هذا كله بسببي أنا. بلوندي، هيا بسرعة إلى الخارج. أما أنت يا ستيف، سيكون حديثي معك مختلف. الآن أيها المدرب، بغياب الفتيات يمكننا التحدث معا كرجال. وعن ماذا نتحدث؟ انظر ماذا يحدث هنا. كل شيء سهل. أنت تعرف أنه عند الفريق الغني هذا أفضل شرح أيها المدرب. حسناً، أنت أيضاً اذهب إلى غرفتك، لا أريد رؤيتكم هنا على الإطلاق. نعم بالطبع بالطبع. يعرفون كيف يقومون بإرضائي. أوه، يا له من فتى جميل وجذاب أيضاً. كم أتمنى أن نذهب معا في رحلة رومانسية، كم هذا ممتعا. فياليتا، لماذا أنت تجلسين وحدك هنا؟ إنني أفكر في المسابقة والرحلة أيضا. ما هذا الذي خبأته خلف ظهرك؟ ماذا عنك؟ لا يوجد هنالك شيء مهم. حسنا، أية أسرار عن صديقتك؟ وماذا عنك أنت؟ ما الذي هناك؟ أقول لك لا يوجد شيء مهم، أرني هيا. لا، أنت أولاً أرني. حسناً، على كل حال فلنظهرها معاً. 1، 2، 3. ستيف؟ وما الذي تفعله صورة ستيف معك أنت ها؟ أوجه السؤال نفسه إليك، قلت لك أنه يجب علينا أن ننتظر قراره. وأنا أيضاً أنتظره أن يقرر. حسناً، لكن أنت لا تستحقين شاباً مثل ستيف. أقلت أنا التي لا تستحقه؟ أتعلمين؟ بعد هذا الكلام أنت لن تعودي صديقتي. وأنت لست كذلك. أجل، إذا كنت بحاجة لنصيحة مني فلا تفكري بالتقرب مني بعد الآن. هكذا إذن يا فيوليتا؟ لا بأس، سأقوم بكل ما يمنعها من المشاركة في هذه المسابقة. عندها بالتأكيد ستكون هذه الرحلة من نصيبي أنا. كيف استطاعت أن تتعامل معي هكذا؟ أخبريني ما الذي تريدين أن ترينيه؟ لن تصدق، لكن لا تخبر أحدا. يا إلهي، يا إلهي، ما الذي يفعلونه هنا؟ لقد اشتريتها منذ مدة طويلة والآن أصبحت أحملها معي بكل مكان. أنت لن تصدقي.
تارا. لم أتوقع أن أجمل الشاب يحتفظ بهذه الأشياء في خزانته. وأنا أيضاً لم أكن أتوقع أن هناك شخص غريب مثلي. ما رأيك بالذهاب إلى المقهى؟ مهلاً، سمعت أنك لا تدعو الفتيات أبداً. يمكن أن نقوم بشيء جديد هذه المرة، ما رأيك؟ لكن لا تنسى أهم أمر. ماذا تقصدين؟ أن لا تنسى يا ستيف لعبتك. هذا ما تقصدينه. بالطبع لن أنسى هذه اللعبة. وأنت أيضا لا تنسي. هكذا إذن يا ستيف. حسنا، بغض النظر عن الخلاف يجب أن أخبر ميدي أيضا. يا إلهي، يجب علي أن أشتري أدوات للزينة لأن ما لدي قليل جدا. من الضروري جدا أن أتحدث معك يا صديقتي. أنسيت أنني قلت لك بأني لا أريد التحدث معك أبدا؟ وماذا إذا قلت لك بأن ستيف لن يكون من نصيبي ولا من نصيبك حتى؟ من إذا؟ لم أفهم ماذا تقصدين؟ بينما كنا نتشاجر دعا ستيف تلك الفقيرة إلى لقاء سوية. ماذا؟ لا يمكن لهذا أن يحدث. لقد سمعت هذا بنفسي يا ميديا. حسناً، يجب أن نعالج هذا الأمر بأي طريقة كانت. وهذا ما أعنيه أنا. هل لديك أي أفكار تقترحينها؟ لنجتمع خلال نصف ساعة في غرفتنا، لأنه يجب علي الذهاب إلى المدرب. إلى اللقاء فيوليتا. حسناً، فلتساعدني فيوليتا في إزاحة إليس، وبعدها أنا سأعرف جيداً كيف أزيح فيوليتا. ستيف حتماً سيكون لي. هل ارتكبت شيئاً خاطئاً؟ وأنت؟ المدرب لا يعجبه بأنني أغيب عن التمرينات أبداً. أتعجب لما لم يطردك إلى الآن. أنت تعلمين، المال يحل كل المشاكل. نعم، كما هي عادتك. مساء الخير. ولماذا أنت سعيدة هكذا؟ لن تتخيلوا، لقد قام ستيف بدعوتي إلى المقهى. يبدو أنه لدي فكرة ستعجبك جدا. لهذا سأبقى لمدة قصيرة، لا تقلقوا. لا بأس، نحن غير غاضبات منك. هل يمكن أن أساعدك؟ صحيح، لندع لك بعض الزينة. لا أريد ذلك، لست مرتاحة، صدقوني. لا تقلقي، نحن فقط سوف نساعدك. إن لم يكن صعبا. هيا يا حبيبتي. اجلسي اجلسي، سنجعل منك فتاة في غاية الجمال. ها قد انتهينا. فعلا، دعوني أرى نفسي في المرآة. لا، هذا الجمال أول من يجب أن يراه هو ستيف. لم أتوقع بأن تكونوا طيبات لهذا الحد يا فتيات. هيا إذن اذهبي وإلا ستتأخري. حسنا، شكرا لكم. حتما سوف يهرب ستيف من هذه الفتاة. أنا متأكدة من ذلك، فهي تبدو كالمهرج. نحن نجيد القضاء على المنافسين. ماذا يا لعبتي الجميلة؟ آمل أننا سنذهب إلى لقاء ممتع، أليس كذلك؟ هل تأخرت عليك؟ حسناً، لا عليك. ماذا سنفعل؟ حسناً، لن نفعل شيء. مهلاً، ما هذه الزينة؟ لقد وضعته لي الفتيات. أوه يا إلهي، ما هذا؟ هل لديك مرآة؟ لأنني لم أنظر إلى نفسي في هذا اليوم مطلقاً. لا، لكن لدي هذه الكاميرا. أجل، استديري قليلاً. حسناً. يا إلهي، ما هذا المنظر؟ ما بك أنت؟ يجب أن أغتسل بسرعة. انتظري قليلاً، هذا لطيف جداً ومضحك للغاية. حقاً؟ نعم، بالمناسبة أنت تشبهين ما تدعى كيسي ميسي. حقاً، صحيح. أجل، لذلك لا داعي للاغتسال. أتعلمين؟ أنت اليوم أكثر فتاة مشرقة هنا. هذا صحيح. حسناً، لقد حان الوقت للبروفا الأخيرة الآن، هل أنتم جاهزون يا فتيات؟ وأخيراً، كنت أنتظر هذا. ولماذا أنت
متحمسة إلى هذه الدرجة؟ كيف هذا والمسابقة المنتظرة في الغد؟ بالإضافة إلى أنني التقيت بفتى أحلامي. بالمناسبة، كيف كان اللقاء مع ستيف؟ رائع، شكراً لكما على هذه الزينة، لقد جعلتمونا نضحك على الأقل. أهذا يعني أنه كل شيء على ما يرام؟ لا بس، سنفسد عليهم الأمر حتماً، وعندها ستكون واحدة منا هي الفائزة. أجل. والرابحة ستكون أنا. حسناً، هيا لا تلته بالأحاديث، هذه البروفة الأخيرة. آي، إنه مؤلم جداً. فيوليتا، ماذا يؤلمك؟ يبدو أنني نجحت في الخطوة الأولى. قدمي تؤلمني. حاولي أن تقفي. لا يمكنني ذلك. ماذا علي أن أفعل؟ من سيحضر للبروفة الأخيرة الآن؟ أنا أيها المدرب. هيا أرني إذن. لا، هذا بالتأكيد ليس مناسباً أبداً. كم أنها تؤلمني. وأنت يا فيوليتا، هيا لنذهب إلى الطبيب حالاً، هو سيعتني بك. بالطبع أيها المدرب. والآن دوركم، آمل أنكم جاهزات. أي، إنه مؤلم جداً. يعني أنني قمت بكل هذا عبثاً؟ لكنني سأريكم المزيد. حسناً، أما أنا علي أن أتدرب على البروفا. هكذا أعتبر نفسي سافرت للاستجمام. لا أحد يمكنه أن يفوت المسابقة السنوية للمشجعات. بالطبع يا المدرب. حسناً أليس، أهم شيء أن لا تعيقينني في أن أكون في محور الاهتمام. بالمناسبة، أنا أريد أن أكون الفائزة. يبدو أنك تريدين الكثير. وأخيراً وصلت. بلوندي، ظننت بأنك لن تأتي إلى هنا. حسناً أيتها الفتيات، الآن ابدأوا بالاستعداد للتجهيز للمسابقة. ومن هذا الرجل ذو القبعة؟ ومن هذا الرجل ذو القبعة؟ هذا الحكم دائماً صامت. نعم، لقد لاحظنا بأنه شخص مرعب. سوف أذهب لأحجز مقعداً، بالتوفيق. علي يا ستيف أن أربح هذه المسابقة. إنه رائع، إنه ليس سيئاً. حسناً، فلنبدأ. أنا من كان يجب أن يقدم العرض ويفوز. هذا رائع يا فتيات، أنتم ترقصون بشكل جيد. نعم، لم أتوقع في حياتي بأنني سأقع يوماً في إعجاب فتاة فقيرة. حسناً، إذن الآن سنعرف من هو الفائز. لم أتوقع أنني سأقول هذا، لكن الرابح بلوندي. ماذا؟ كيف يمكن أن يحصل هذا؟ رائع، كنت أعلم بهذا. حسناً، في المساء أنت وستيف ستحصلون على تذاكر الرحلة. يا إلهي، كيف لهذه الفاشلة أن تربح في المسابقة؟ يا إلهي، ليس من العدل أن أربح. الجميع يعلم أن الأفضل هي فيوليتا. أنت محقة في هذا، لذلك أعطي رحلتي لفيوليتا وميدي. ولكن قدم فيوليتا تؤلمها، ربما سوف أذهب مع ستيف. ميديا! بالمناسبة يا أصدقاء، هذا كان قراري أنا وبلوندي، لذلك نحن سنذهب الآن لوحدنا. رائع، إن الصداقة في مدرستنا هي الرابح الأكبر. أما أنا فقد ربحت مليون دولار. أيتها الرابحة، هل تقبلين بأن نذهب؟ نعم بالطبع. فيوليتا! حسناً، نحن الآن سنذهب إلى رحلة ممتعة. هل ترين كل هذا الذي حصل بسبب أفعالك أنت؟ أنت السبب في كل هذا. ماذا؟ أنت لوحدك سقطتي على الأرض، هذا ليس صحيحاً. أنت لوحدك سقطتي. انظري ماذا حدث لي. علاقة بالأمر. فيوليتا، إن حفلاتك هي الأفضل دائماً بالنسبة لي. إنها محقة، وخاصة أن والداي لا يسمحون لي بهذا. لا تنسيا أنني فتاة غنية جداً، وأنني أعيش بمفردي أيضاً. هذا صحيح، أظن أنك تملكين الكثير من النقود. هاي يا فتيات. أليكس.
أظن أنها أفضل حفلات المشجعات، ألا توافقونني رأي؟ هذا صحيح يا أليكس. هذا صحيح، ما رأيك أن تشارك معنا؟ هيا لننطلق حالا، هيا انهضوا، هيا بنا يا فتيات، هيا. أليك، ألا تريد أن تأتي إلى هنا وترقص بقربي؟ ما الفارق بالنسبة لك؟ ولكن يا أليكس. حسناً، سأرقص بالقرب منك. كان يجب ذلك منذ البداية. غريب، كيف لم يعرف أليكس حتى الآن أن فيوليتا معجبة به؟ حتى أنا لا أعرف. هيا فتيات، هل هناك شيء مضحك هنا؟ لا يوجد أي شيء. إنني لا أحب الاستيقاظ باكراً في هذه المدرسة. أوه، ما هذا الإعلان؟ إنها مسابقة لأفضل تلميذ، والفائز بها سيحصل على $1,000,000. أوه، $1,000,000؟ أصبح بإمكاني الآن أن أقوم بشراء كل ما أحتاجه. أوه، كم أحب النقود. ولماذا الطقس بارد هكذا؟ إنني لا أملك نقوداً لشراء غطاء يقيني من كل هذا البرد، حتى أنه لا يمكنني شراء ملابس تشعرني ببعض الدفء. مرحباً يا صديقتي، ألا زلت جالسة؟ فقد حان وقت المدرسة. حسناً، أنا جاهزة، لكن ليس لدي رغبة في الذهاب إلى المدرسة. أرجوك توقفي عن هذا، لقد قلت لك إن فقرنا لا يعيبنا ولا يجب أن نحرج منه. انظر حولك جيدا يا سافا، فجميعهم يبدون أن يكونوا مرتبون، أما نحن. يكفي، لا أريد سماع هذا مجددا. المهم أنك لست فتاة سيئة. لو لم يكن لدي صديق جيد مثلك لكنت حزنت، فمن دونك لا يمكنني فعل شيء. وأنا سعيد جداً أيضاً لوجود صديقة مثلك معي. حسناً، هل أحضرت كل الدفاتر التي عليك إحضارها؟ بالطبع، فأنت تعرف كم أحب الدراسة يا سافا. أجل، إنني أعرف. بريتني، تعالي وانظري إلى هذا، إنه مضحك. محقة، لما لا تريه لبقية الأصدقاء؟ إنها مضحكة جدا. إنهم يضحكون طوال الوقت. إنك محق، لا يمكنني أن أحضر دروسي جيدا قبل قدوم المعلمة. يا فتيات، ألم تروا أليكس في أي مكان هذا اليوم؟ لم أره، حتى أنه في الدروس الأولى لم يكن موجودا أيضا. ما بكما؟ ألا تعرفان أليكس؟ هو يتسكع دائما في هذا الوقت. إنه لم يتواصل معي منذ انتهاء حفلة الأمس. أجل، إن فيوليتا معجبة لدرجة كبيرة بأليكس. هذا صحيح، لا تنسى أنه شاب لطيف جدا. آنيا، وأنت أيضا معجبة بأليكس. ما هذا الهراء؟ فهو لن يفكر أبدا بفتاة مثلي. مرحبا أيها الأولاد، كم كنت آمل أن لا تحضر هذا اليوم. أجل، إنك محقة. بعد أن رأيت أنكم لم تكتبوا في الاختبار بشكل جيد، أريد أن أقول لكم شيئاً مهماً. ممتع جداً، ما الذي يخطر في بال المعلمة في هذه المرة؟ لقد رأيت اليوم هذا الإعلان معلقاً على الباب. أريدكم أن تشاركوا في هذه المسابقة وتحصلوا لي على النقود. هل هذه هي مسابقة التفوق العلمي؟ ها، هذه المسابقة ستكون لي أنا. لماذا لك أنت يا فيوليتا؟ هذا صحيح، إننا نريد المشاركة معك أيضا. لا يمكنكما مشاركتي بها، ستفسدون رقصتي. لا يمكنك أن تشاركي في هذه المسابقة بمفردك. يكفي يا فتيات، توقفوا عن الخصام. ناقشوا هذه الأمور في وقت الاستراحة، والآن يجب علينا أن نبدأ الدرس. آنيا، ما رأيك أن تشاركي أنت في هذه المسابقة؟ أنا؟ قل هذا لباقي الفتيات وليس لي أنا. لكنني رأيتك من قبل كيف ترقصين. سافا، اكتب الاختبار بمفردك دون أن تتكلم مع الآخرين. حسناً، أنا آسف. هم
كم هو جميل ألا أحضر الدروس والجلوس من دون عمل. مرحبا يا حبيبي. لا تقولي لي حبيبي، لقد طلبت منك ألا تناديني هكذا. كم أحبه عندما يغضب. والآن ما الذي تريدينه؟ في الحقيقة أريد أن أزف لك خبرا مهما. حسنا، أي أخبريني ما هو؟ لقد قررت أن أشارك في مسابقة المشجعات. وما شأني أنا في هذا الأمر؟ ألن تكون سعيدا جدا من أجل فتاتك التي تحبها؟ عن أي فتاة تتحدثين؟ فيوليتا، كم مرة يجب علي أن أكرر إننا مجرد أصدقاء؟ اسمعني جيدا يا أليكس، أنا فيوليتا أشهر فتاة في كل هذه المدرسة، وأنت أشهر شاب بها. ماذا يعني هذا؟ ما بك يا أليكس، ألا تفهم كل هذه التلميحات؟ يا إلهي، ما هذه التفاهات التي تقولينها؟ هذا يعني أنه يجب علينا أنا وأنت أن نتقابل. لقد مللت من هذا كثيرا. ولكن يا أليكس، وأخيرا توقفت عن الكلام. هاي أرجوكي لا تقومي بملاحقتي. هؤلاء الرجال لا يطاقون أبدا. لا مشكلة، هو الذي سيركض خلفي في النهاية. واحد، اثنان، إنك ترقصين بشكل رائع جدا. أربعة، يكفي يا سابا، لا تحاول إقناعي بهذه الطريقة. واحد، اثنان. أنا لن أفكر بالمشاركة في هذه المسابقة. من فضلك أن تشاركي يا أوليا. لك لن أشارك. أنا واثق من أنك ستفوزين لو شاركتي. قررت أن أرقص من أجلك أنت فقط وليس من أجل المشاركة. إن فيوليتا قد أغضبتني كثيرا. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. لا تريدون أن نشارك معها في المسابقة وتدعي أنها صديقتنا؟ إنها ليست مشكلة، لأننا سنفعل كل شيء من دونها. الأهم بالنسبة لنا أن نتدرب جيدا. إنك محقة. أوه، انظري من لدينا هنا. ألا يبدو لك أنها تستطيع الرقص بشكل رائع جدا؟ لدي فكرة، ما رأيك أن ندعها تشارك معنا؟ سنرى عندئذ ردة فعل فيوليتا. هذا صحيح، سنجعل من هذه الفقيرة صديقتنا الجديدة بدلا من فيوليتا. حسنا، ما هي الحركات الجديدة التي يجب أن أتدرب عليها؟ آنيا. هذا غريب، ما الذي تريدانه مني؟ حسنا، إنني قادمة. إنك ترقصين بشكل رائع جدا. إنك محقة، فأنا أقول لها ذلك كل يوم. ما رأيك أن نشارك جميعنا في هذه المسابقة؟ معكما، لكنني أنا. لا تقولي شيئا، بل استعد. لكن كيف يمكنني المشاركة معكما؟ آنيا، إنها فرصة جيدة، لا تفلتيها من يدك. إنه محق، وخاصة أن فريقنا هو الفائز. أجل، إنها محقة، فهل أنت موافقة؟ حسناً، إذن دعونا نحاول فعلها. هذا جيد لنبدأ التدريب إذن. هيا لنبدأ. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. إيه، كم أنا سعيد من أجل صديقتي المفضلة. كم أنا جميلة رغم كل شيء. أظن أنه لا توجد منافسات لي في هذه المسابقة. فيوليتا، وأخيرا قد وجدتك. لكن ما الذي تريدينه مني؟ أريد أن أتكلم معك حول أمور المسابقة يا صغيرتي. أنت؟ أجل، لأنهم قاموا بتعييني كعضو في لجنة التحكيم. هل أنت جادة؟ حسنا، إذن أصبح بإمكانك أن تقولي لي ما الذي تريدينه. سأعرض عليك صفقة أظن أنها ستعجبك. يجب أن تتذكري أن الجائزة هي مليون دولار. أذكر. أتعرفين أنه يمكنني أن أجعلك الرابحة في المسابقة؟ ونقسم النقود فيما بيننا. لكن يمكنني أن أفوز من دونك. وإن قلت لك أنك لن تستطيعي الفوز من دوني؟ لقد فهمت، فلا يوجد أمامي خيار آخر. أحسنت، أنت موافقة على القسمة أليس كذلك؟ موافقة. أحسنت صنعا. حسنا، سأراك فيما بعد. رائع، ما كان ينقصني إلا هذا، مع أنني يمكنني عدم فعل أي شيء بما أنني الفائزة حتما.
حسناً، الفشار جاهز والعصير أيضاً. لقد أصبحت جاهزة تماماً لأستقبل صديقتي وأناقش الأمور المهمة. مرحباً يا صديقتي، اجلسي على السرير، يوجد لدي أشياء مهمة جداً يجب أن تعرفيها. هناك شيء مهم أريد أن أقوله لك. ما هو؟ أخبريني. لقد قال لي أليكس أنه تخاصم مع فيوليتا. هذا متوقع جدا لأنها فتاة مغرورة ولا تحترم أي أحد. وأنا أظن ذلك أيضا. يجب أن نعرف مع من سيخرج أليكس الآن يا ميا. حتى أنا لا أعرف. تذكرت، أظن أنه قد سأل عنك. هل فكرت ما هي الملابس التي ستلتديها في المسابقة؟ لا أدري. لا تنسي أن آنيا ستشارك معنا وهي لا تملك النقود لشراء بدلة جديدة. ماذا سنفعل من أجلها؟ ما رأيك يا ميا أن نقوم بإهداء آنيا بدلة؟ هذا صحيح، أظن أننا سنكون أفضل بكثير من فيوليتا. سيكون لدى آنيا بدلة مميزة. لماذا يعطوننا الكثير من الواجبات؟ هاي، ألا ترين أمامك؟ يجب عليك النظر جيدا أيتها الفقيرة. ولكن أنت أيضا لم تنظري أمامك. كيف تجرؤين على التحدث معي بهذه الطريقة؟ هل نسيتي أنني أشهر قائدة فريق تشجيع في هذه المدرسة؟ سنرى بعد المسابقة من ستصبح أفضل قائدة للمشجعات. هل قررت المشاركة في المسابقة؟ إنني لا أنصحك بأن تشاركي بها. بمفردي لن أستطيع، لكن مع ميا وبريتني سنستطيع فعل كل شيء. ماذا؟ هل ستشاركاني معك في هذه المسابقة؟ أجل، إنني واثقة بأننا سنقدم رقصة رائعة. حسناً، سأريكم من هي الأفضل في هذه المسابقة. سترين أن ميا وبريتني ستخسران بسبب مشاركتك أنت. هل حقا سأكون السبب في خسارتهما في المسابقة؟ إنني سأفسد لهما كل شيء. إنها جادة، إنني سأفسد لهما كل شيء. آنيا؟ ما الذي تفعلينه هنا؟ المعذرة، فمن الممكن أنك ستتمرن. حسناً، لن أعيقك بوجودي. توقفي، لن أدعك تذهبين من هنا قبل أن تخبريني لماذا أنت حزينة هكذا. هيا اجلسي. حسناً، على كل حال لا أريد أن أتكلم عن أي شيء أبداً. آنيا، كما تريد. في الحقيقة لقد قررت أن أشارك في مسابقة المشجعات. إنه خبر رائع جداً. ما هو الرائع فيما قلته؟ فأنا فقيرة جداً ويجب علي أن أكون شريكة مع بريتني وميا. لحظة، وما علاقتهما بهذا؟ أنا مضطرة للمشاركة معهما كمجموعة. وفيوليتا؟ ألا تعرف؟ لقد رفضت المشاركة معهما وقالت أنني سأفسد لهما كل شيء. حسناً، كل شيء أصبح واضحاً الآن. لنذهب ونجد حلاً. هاي، إلى أين؟ سترين، فأنا لا أحب أبداً أن تزعج أي أحد. حسناً إذن، هيا بنا. كم هو أمر جيد أنني سأفوز حتماً. سأرى ماذا ستفعلن تلك الفاشلات عندما أفوز. فيوليتا، ألم تري آنيا في مكان ما؟ ما الذي تريده من تلك الغبية آنيا؟ هل رأيتها أم لا؟ سوف يبدأ الدرس بعد قليل، أظن أنها لن تتأخر كثيراً. حسناً، إذن سأنتظرها هنا. لنرى هل يوجد لدينا اليوم شيء ما لتحضيره؟ اسمعي فيوليتا، إنني بحاجة للتحدث معك بشكل جدي. نعم يا حبيبي، توقفوا. هاي، لماذا تمسك بيد هذه الفقيرة يا أليكس؟ أولاً، أنا لست حبيبك يا فيوليتا، وثانياً، لا يمكنك إزعاج الآخرين بمجرد أنك غنية. هاي آنيا، هل حصل شيء ما؟ أجل، لقد كانت تبكي آنيا بسبب فيوليتا. وما علاقتي أنا بذلك؟ يكفي، إذا نكرت ذلك مرة أخرى فإنني سأغضب كثيرا. هذا إذن، هل أنتما تحبان بعضكما؟ كلا، الأمر ليس هكذا، لكن اصمتي، لا أريد سماع صوتك. فيوليتا، انتبهي لتصرفاتك. حسنا يا أليكس، ستندم كثيرا على هذا. يا إلهي،
كان يجب أن تكون إلى جانب فتاة جميلة مثلي. حسناً سنرى إذن. هيا قولا لي ما الذي حدث معكما، فأنا لم أفهم أي شيء أبداً حتى الآن. إن فيوليتا قد قامت بإهانتي وآليكس وقف إلى جانبي. هذا صحيح. هذه عادة فيوليتا، لست مندهشاً. أشكرك يا آليكس على ما فعلته من أجلي. لا داعي، ولا تعيري كلام سافا أي اهتمام. لقد قلت لك أكثر من مرة أنك فتاة جيدة. أجل، ألا تعرفين أنك أنت صديقتي المفضلة؟ شكرا لكما يا أصدقاء، والآن دعونا نتحضر للدرس. انظري، لقد اشتريت بدلتي من هنا. أظن أنه يجب علينا أن نشتري شيئاً لآنيا. حسناً، لكن تذكري أنه لا يوجد لدينا الكثير من النقود. إن الاهتمام هو الأفضل وليس النقود يا صديقتي. كانت فيوليتا تقول عكس ذلك تماماً. أوه، بريتني، ما رأيك في هذا؟ لا أدري، لكن أظن أنها يجب أن تكون أكثر إشراقاً. حسناً، سأرى غيره. ميا، انظري ماذا وجدت؟ أوه، هذا رائع، إنها بدلة مشجعات كالتي لدينا تماماً. أجل، ما رأيك أن نأخذها؟ أجل، سنأخذها، إنها فكرة رائعة. توقفي. كيف سنخبر آنيا عن هذه البدلة؟ لا أعرف كيف. ما رأيك أن نعلق لها هذه البدلة في خزانتها، وقبل العرض نريها إياها؟ أظن أنها ستعجبها. ستكون مفاجأة رائعة بالنسبة لها. حسناً، لنذهب الآن، لأننا فوتنا الدروس الأولى اليوم. حسناً. رائع، بقي يومان فقط للمسابقة. يجب أن أفكر بطريقة ما لأكون الأفضل في هذه المسابقة. هذا صحيح، يجب أن أقوم بشيء غالي الثمن لا يملكه أي أحد. لكن أين هي خزانة آنيا الخاصة؟ فو، لقد جاءت الخاسرات. أظن أنها هذه. أجل، يوجد هنا الكثير من الكتب، لذلك أظن أن هذه خزانتها. أتمنى أن تقوم آنيا بقياس هذه البدلة بأقرب وقت. بالتأكيد سنكون الأجمل في المسابقة. أجل، أظن أن هذه الهدية ستنال إعجاب آنيا كثيرا. رائع، لقد قررتا شراء بدلة لتلك الفقيرة. من المؤسف جداً أنني سأمزقها. ولكن كيف؟ سأفوز حتماً بالمسابقة، سيكون الفوز لي حتماً يا فتيات. كم هو جميل أن البدلة قد أصبحت مبللة، وآنيا سترتديها مبللة للأسف. يا لني من فتاة ذكية.